الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا عند الباب رقم 24 في كتاب العقيدة، باب الثبات على الدين، وهذا مرتبط جدا بارتباط الإيمان، لأنه لا يثبت إلا من كان يملك إيمانا صادقا وإيمانا خالصا لله عز وجل. الصادق في إيمانه لا إيمانه لا يتزعزع، والمؤمن الحق لا يرتد عن دينه، لأنه آمن إيمانا صادقا، يعلم أنه ما فيه من علم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، كل هذا العلم يجعله يؤمن إيمانا صادقا أنه هذا لا ريب فيه ولا شك فيه ولا يمكن أن يعتريه خطأ. فإيمان الصادق يدفعه على الثبات. ولهذا قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا كان من دعاء الأنبياء والصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولهذا الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني الإنسان لولا فضل الله عز وجل ولولا رحمته لما اهتدى إلى هذا الدين، ولما ثبت على هذا الدين. الذي يثبت القلوب هو الله عز وجل، والذي يدخل الإيمان ويرسخه في هذا القلب هو الله عز وجل. فاطلبه من الله، وأكثر الدعاء بأن الله عز وجل لا يزغ قلبك، لأنه إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين هلكت. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، هذا دعاء الليل والنهار، كان يعني من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني ما تخلينيش أتحمل مسؤولية حالي ولو طرفة عين، تكلني إلى نفسي، لأنه نفسي أمارة بالسوء، طرفة عين، رمشة عين. تخيل أنه أنت إذا وكلك الله إلى نفسك طرفة عين تهلك، فأنت محتاج دائما إلى الله عز وجل. وهذا دعاء كان من يدعوه؟ أثبت الخلق وأعظم الخلق وسيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو بشيء مخيف أكثر من ذلك. قال: كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يحتاج دائما إلى أن يسأل الله الثبات، لأنه الدين الزمن إذا اشتدت فتنه واشتد البلاء في الدين فيه واشتدت المغريات واشتدت زينة الدنيا، سرعان ما ينفلت هذا القلب من طاعة الله، سرعان ما تدخل إليه هذه السموم. تخيل أنت محاط في جو كله سموم، كيف لا تمرض؟ تخيل أنت قاعد في غرفة كلها أمراض، خلينا نقول السجن اللي بيحطوه مرات، سجن بيبقى مرات مليء بالجراثيم والبكتيريا والأوساخ، كيف لا يمرض السجين؟ لأنه في بيئة فاسدة، كيف لا يمرض؟ فكذلك القلب الموجود في بيئة فاسدة كيف لا يتأثر؟ القلب مو زي السفنجي، شو في بيئته اللي عذياله بصفطها، إلا اللي عنده قلب صلب ثابت قوي معتز بدينه. فيحتاج دائما الإنسان إلى أن يسأل الله عز وجل الثبات. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. حط جمرة في إيدك، حاول امسكها، اقبض عليك، كده بتقدر تتحمل، توجع صح؟ القابض على دينه أو الصابر على دينه كالقابض على الجمر من شدة الابتلاء. ممكن هذا الابتلاء تلاقيه في أهل بيتك، إنه يعادونك على دينك، ممكن تشوفه في أصحابك، ممكن تشوفه في بلدك، ممكن تشوفه في الدولة اللي أنت عايش فيها، لأنك ثابت على هذا الدين. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر. وممكن ما تشوفه فقط من أهل الكفر، ممكن تشوفه من المنافقين، وتشوفه من الأحزاب اللي تدعو إلى التحرر، بيجي يشوفوك مثلا إنسان ملتزم، أي أنت معقد ومتزمت وجاي تعمل فيها شيخ، بيشوفوا امرأة محجبة، أي ولا تخنق حالها والدين دين في القلب مش الدين في كذا. طوال بتلاقي في الاعتراض، جرب ربي لحيتك شوف الاعتراضات، صرت شيخ، صرت معقد، صرت مش عارف ايه، لانك حشو كل اللي بتعملوه انك بتربي لحيتك على السنه مثلا. فاشتداد البلاء على اهل الدين هذا لا ياتي فقط من الكافرين، بل ياتي من المنافقين احيانا. ولهذا امرنا الله عز وجل دائما بالثبات وبالاعتزاز بالدين وعدم التواني وعدم التراخي وسؤال الله الهدايه، لانه احتمال الانسان يتاثر. اذا يوسف عليه الصلاه والسلام خاف على نفسه من التاثر، فما بالنا نحن؟
يوسف وهو نبي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أرحم إلي وأحب إلي من أني أبكى بينهن، لأنه عايش في بيئة كلها فتن، كلها نساء، وغاد كان يعني يتعرين عادي وزيادي. ودعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وهو كان غريبا وكان شابا أعزبا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهددته بالضرب. كل هذه الأسباب اجتمعت في 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 حالة واحدة. بل ودعت النسوة وقطعن أيديهن، واشتهرت القصة أمام الناس وكادته النساء، وصارت مش بس امرأة عزيز مصر التي تطلب منه أن 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 يباشرها ويفعل فاحشة معها، بل كل نساء مصر في هذاك الوقت اللي قطعن ايديهن صارن يدعونه الى نفس الفاحشه. لهذا قال يوسف قال رب السجن احب اليه مما يدعونني اليه، مش الى ما تدعوني اليه السيده هذه، لانه الامر لم يكن مقتصرا عليه بل على كل البيئه اللي كانت عذياله. فالبيئه هذه بيئه فاسده، السجن ارحم. فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. شو الاصب؟ يعني الشهوه، هي الصبوة، الشهوة. يعني يوسف يخاف على نفسه ما نخاف نحن على أنفسنا. أنت تقولش أنه هذا نبي، دائما بنقولها الأنبياء لم يبعثوا من أجل أنه نقول هذا ما هو نبي وربنا حاميه وربنا ساتر وإحنا وين نروح بحالنا. لا، هم بشر زي ما أنت بشر، هم فيهم شهوة زي ما فيك شهوة، هم فيهم قدرة تحمل وصبر زي ما أنت في عندك قدرة تحمل وصبر، عندهم أوجاع وبتوجعوا زي ما أنت بتتوجع. مش كائنات فضائية ولا ملائكة معصومين، بل يعانون مما تعاني أنت من الشهوة، ويعانون مما تعاني أنت على دينك، ولكنهم ثبتوا وصبروا وكانوا رجالا فاستحقوا أن يكونوا أنبياء يقتدى بهم. هذه هي العبرة، هم بشر استحملوا اللي بتتحملوش الجبال، عشان ربنا يكون لك شايف هذول البشر اللي قدروا يتحملوا هذه المعاناة، هم زيهم زيك تقدر تتحمل. إذا يوسف تحمل هذه الفتنة أنت بتقدر تتحمل، لأنه بشر، هاي طاقات البشر. إذا نوح صبر على قومه 950 سنة دعوي، أنت بتقدر تصبر زيه، تقدر تصبر زيه 950، تقدر تظلك صابر على دينك وتدعو إلى آخر حياتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لولا الموت لاستمر في دعوته، وخير عليه الصلاة والسلام بين أن يعمر إلى آخر الزمان وبين أن يعني يذهب إلى الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، خيره الله عز وجل. وما من نبي إلا وخير، ولو عاش 1400 سنة اللي عاش اللي حدث لزماننا لوجدته على نفس نشاطه وعلى نفس دعوته وعلى نفس همومه وعلى نفس تعبه وعلى نفس، لأنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيعه الرجال، وانت رجل تقدر تكون بما يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا الحديث كثيرا ما نقرأه دائما على سبيل الحزن، صح؟ تيجي الواحد يقول لها حاله يا زلمة حصرنا في زمان القابض على دينك، تقولهاش وانت زعلان، بالعكس قولها وانت مفتخر. انت قدرت تقبض على الجمر معناته انت زلمي، معناته انت قوي، قادر تقبض على الجمر معناته انت من الأقوياء، انت ممن يجب ان يعتز ويفخر بانه قابض على هذه الجمرة. ليش؟ لانه هالجمرة اللي ممكن تحرك ايدك هي اللي سبب نجاتك، دليل على انك صادق، على انك تقدر تصبر. انه اللي بيقدرش يصبر ولد صغير، صح؟ الاطفال بيقدرش يتحملوا اللي متحمله، ولا بيقدر يصبروا على الجمر، ولا بيقدر يثبتوا على الدين. اما انت قادر تصبر، تبكاش ولد صغير، ابكى زلمه. ولهذا احيانا ننصح دائما، هذا الحديث فيه اشاره الى انه ممكن عندك الدين زي الجمر، صح؟ والقبض على دينك القبض على الجمر، ممكن توجعك، صح؟ طب لو حطيت في ايدك اشي اللي يعزل الحم، يعني لبست مثلا كفات معينة اللي تعزل الحم، تقدر ولا لا؟ فهذا ما يمثله طلب العلم، انك تطلب العلم وتكثر من ذكر الله والاستعانة بالله، انت بتقوي الكف اللي قابض على الجمر. فوقتها ببطل جمر، بصير حلاوي، بصير طمر، بصير قطايف، بصير انت بالنسبة لك الدين شو ماله؟ زاتي، بصير الدين لذي متعة، ثابت على دينك لأنك مستمتع بالذكر الله، مستمتع بالصلوات، مستمتع. لهذا قال واحد من الصالحين اسمه أبو يزيد أو ابن يزيد، قال كنت لازلت أجر نفسي إلى الله وهي تبكي، تعالي على الدين، تعالي على الصلاة، وهي بدهاش وتتفلت مني، يعني أجرها إلى الله وهي تبكي، حتى بعد ما ثبت شوي عليها حتى سقطها إليه وهي تضحك. هذا ضرب مثال على أنه كداش الإنسان في بداية التزامه في الدين بشعر بهذه الغربة، بشعر بهذا الوجع، بشعر بالجمرة، بعد بطل يشعر بهذا الأمر، بصير بالنسبة له لا، ديني حياتي. حتى انك تسمع عن الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم الذين اوذوا في سبيل الله، اوذوا من اجل هذا العلم. شوف مثلا ثبات الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل جرجر في الشوارع وجلد مئات الجلدات على انه يغير قول من عقيدة اهل السنة والجماعة، وكان يصبر ويثبت، بل حتى الله عز وجل
أيده حتى حتى قيل مما أيده إنه أجعله حرامي. حرامي قال له يا إمام أنا جلدت على الباطل كذا وكذا جلدة، وأنت قاعد تجلد على الحق، إثبت. إذا أنا صبرت على الباطل في الجلدات أنت قاعد تصبر على الحق، إثبت. فقال لازلت أدعو له، يعني بعد ما ارتفعت المحنة على المحن قال لازلت أدعو لهذا الرجل إنه ينصلح حاله وإنه ما يظل شيء حرامي. ربنا ثبته بلسان حرامي. فهكذا كان أهل الحق بضحوا بأنفسهم. الأوزاعي شنق ثم قطعت رأسه وعلقت على باب بغداد، لأنه ما قالش، ما رضيش يقول بقول خلق القرآن. فالعلماء عذبوا على العقيدة تبعتهم. بل أحد العلماء نسيت اسمه كان في الدولة العبيدية. دولة العبيدية دولة يعني كانت تسفك دماء المسلمين، فيش عندهم رحمة. بجوز اليهود والنصارى أرحم على المسلمين من بني عبيد، كانوا من شدة قتلهم. واحد من العلماء كان يقول إذا كان لك 10 أسياف فاجعل واحدا في الكفار وتسع أسياف في هذول العبيدية من شدة أذاهم على المسلمين. كان جابوه قالوا له أنت اللي قلت هالجملة إنه إذا لك 10 أسياف فتحط واحد في الكفار وتسعة في 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 بني عبيد. قالوا لا أنا ما قلت شيء. قال 9 في بني عبيد والعاشر فيكم برضو لأنكم سفكتوا الدماء. فجلدوه وضربوه وقتلوه حتى سلخوا جلده عن لحمه وهو حي، يعني سلخوا جلده عن لحمه وهو حي وهو يذكر الله عز وجل. وقال وكان يعني يكرر آية كان ذلك في الكتاب مسطورة، أو آية زيها اللي هي الثبات، إنه هذا حق، إنه لنا فيه حق واللي يعذب. حتى اليهودي اللي كان يجلد يعني يسلخ فيه رحمه وأشفق عليه من كثرة ذكره لله أثناء السلخ فقتله. ثبتوا العلماء على هذا الحال، ثبتوا لأنهم عارفين شو المآل، عارفين إنه في بعد هذا التعذيب في جنة عرضها السماوات والأرض، عارفين رضا الله عز وجل في رؤية وجه الله عز وجل. فهؤلاء العلماء الذين ضحوا في من أجل هذا الدين مثال وعبرة ودرس وقدوة نأتسي بهم ونعتز بالأسوة بهم. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتسي بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني حتى أنت يا رسول الله يا أعظم رسول اللي أنت تسبق الأنبياء كلهم، حتى أنت اقتدي بهؤلاء الأنبياء، لأن الإنسان يحتاج دائما إلى قدوة. وزي ما احتاج النبي إلى قدوة احتاج أيضا إلى صاحب. حتى في الهجرة مين اللي طلع معه؟ ما طلعش معه نبي، طلع معه صاحب وإن كان أقل منه بالمنزلة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاحتاج حتى النبي يحتاج إلى صاحب، فكيف أنت تحتاج إلى أصدقاء في صالحين ورفقة صالحة بيئة صالحة تخفف عليك الجمر اللي احنا قاعدين نعيش فيه. نسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يثبت على الدين، وأن يثبت قلوبنا ويثبت قلوبنا ويصرفها على طاعته ويصرفها عن معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.